لا شك أنكم تدركون الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني لمكافحة الإرهاب والتطرف في برنامجه تعهداتي، والذي تسهر حكومتي مع الوزير الأول السيد محمد بن بلال على تنفيذه. تجسدت هذه الأهمية من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب تضع الأمن في قلب التنمية. سعادة السفير، أي ممثل سفارة الولايات المتحدة على الأرجح، يهدف برنامج نافوري إلى الدعم الواعي والفعال للشباب والنساء من خلال القضاء على التطرف وآثاره وتداعياته، وذلك من خلال تعزيز العمالة، تطوير القدرة على الصمود عبر مكافحة الخمول والتسرب المدرسي. ممثل سفارة الولايات المتحدة، أيها الحضور الكريم، يستهدف برنامج نافوري الشباب من فئة الأعمار ما بين 15 إلى 29. سيتدخل برنامج نافوري في الولايات التالية: الحوض الشرقي، الحوض الغربي، تارزة، نواكشوط، لمدة 5 سنوات بإضلاف مالي قدره 17 مليون دولار، منها 12 مليون دولار مخصصة للبرنامج و5 ملايين دولار صندوق لتدخل استعجالي. ويتدخل هذا البرنامج بطريقة تشاورية وتشاركية مع قطاعنا ومع السلطات المحلية وقادة المجتمع المدني، وذلك عبر إجراءات ذات أبعاد اجتماعية تعليمية واقتصادية. أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي أن أشكركم باسمكم ممثل الولايات المتحدة ومن خلالها السلطات الأمريكية على دعمهم المتواصل لبلدنا، وهو ما شكل رافعة قوية لشراكة بلدينا. وبالختام أعلن على بركة الله باسم معالي وزير التشغيل والتكوين المهني انطلاق برنامج نافوري، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.